أطلقت شركة زين العراق بطولة زين فايتو للألعاب الإلكترونية في أول بطولة محلية على مستوى العراق ضمن إطار منصة أي سبورت. شيبان سامي والمزيد. أطلقت شركة زين العراق بطولة زين فايت 2 للألعاب الإلكترونية على مدى يومين التي تضمنت عدة ألعاب متنوعة، لعبة البوبجي والفيفا ورينبو 6، بمشاركة عدد من محبي هذه الألعاب من جميع المحافظات، وخصصت جوائز قيمة للفائزين بالمراتب الأولى. بصراحة أنا هذا الشيء كلش فخور به، خاصة أنه هذا الشيء أول مرة يصير بالعراق من ناحية تجمع الجيمرز والاعتراف بالإي سبورت بشكل حلو. أول شيء يعني تعرفنا على اللعيبة اللي كنا نشوفهم بس بالإنترنت، ثاني شيء زين إي سبورت جمعتنا داخل مقر واحد بشيء جديد، تجربة جديدة بصراحة، يعني كنا نشوفها بس باليوتيوب بالإنترنت، ما كنا نتوقع بيوم من الأيام نصير بالعراق، لكن خطوة كلش حلوة، وإن شاء الله يا رب العراق يسجل اسمه من ناحية الرياضة الإلكترونية العراقية بدعم شركة زين كل مكان إن شاء الله يا رب. احنا تيم كونكر من اقليم كردستان السليمانيه، واجينا احنا على مود البطوله زين فاي، يعني شيء كلش مرتب ومضبوط وما ماكو اي مشكله وكل شيء زين ان شاء الله، ونجيب مركز الاول باذن الله. وتعتبر منصة زين اي سبورت من اوائل منصات الالعاب في المنطقة، حيث تواصل شركة زين دعم الشباب من خلال توفير عروض مميزة بسرعة الجيل الرابع ومساعدتهم على تحقيق طموحهم. زين فايت بطولة زين فايت 2 المقدمة من زين العراق تحت منصة زين اي سبورت الداعمة والمنظمة للألعاب الإلكترونية بالعراق كانت بداية، والبداية كانت من القمة. البطولة بهذا التنظيم وصلت إلى درجة التنظيم العالمي بكل المقاييس، بالرغم أنها كانت الأولى بالعراق لكنها كانت مميزة بغير شيء. البطولة كانت لثلاث منصات في نفس الوقت، يمكن هذا الشيء محليا ولا اقليميا ولا دوليا موجودة شركة راعية ومنظمة تعمل ثلاث بطولات بنفس الوقت، بس حبينا نقدم مفاجأة للاعبينا، لاعبي الالعاب الالكترونية، حبينا نجمع اكثر عدد من اللاعبين على مختلف المنصات، فاطلقنا بطولة على منصة الكمبيوتر الشخصي البي سي وعلى الموبايل بالاضافة الى بلاي ستيشن. اجونا لاعبين من كل المحافظات، اجونا من الشمال من الجنوب من الشرق والغرب. في اول بطولة محلية على مستوى العراق احتضنت شركة زين بطولة زين فايت 2 للالعاب الالكترونية بمشاركة العديد من المحافظات. شيبان سامي، قناة وطن، بغداد.